صباح الخير. صباح الخير. ليش مالك مسمكة؟ هلا بتاخدي برد؟ ماني بردانة. كيفك سيد جابر؟ ماشي الحال. مبروك. الله يبارك فيك. يلا عن إذنكم. ما تنسى تقول أخوك إذا ما أجيت والله العظيم بزعل. إن شاء الله إن شاء الله. دي وين رايحة؟ نازلة على السوق أنا وامتصال مشان الفستان والكندرة. طيب استني ساعة زمان مخلص شغلي بعود أنا بوصلك بسيارتي. لا ما بقدر، امتصال عم تستناني بالشارع ومو حلوة أتأخر عليها. طيب ليكي دقي لي على الموبايل خليها تستناك شوي أحسن ما تشنططي بالسيرفيس. ونطرها ساعة؟ البنت فضت حالها مشاني وما راحت على الشغل. طب معك مصاري؟ إيه معي ما تاكلهم. إذا ما معك مصاري يا ورد خدمني نحن صرنا هلا واحد. لا أبو رياض. لا خليهم معك، الجهاز على العروس مو هيك الأصول؟ بشوفك المساء. الله معك. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. حلوة هاي، بتغيبي لك كم يوم بعدين فجأة طب قم تطلعي متجوزة. بدي اتجوز، شو بدنا نساوي؟ هلا لك انا ما كتير بعرفه لأبو رياض بس بحبه، بحسه ظريف بيضحكني خاصة وقت بينقي مشان اجرة البيت. احيانا من كتر ما بيكرك بيجي على بالي اطرقه بوكس، بس بقول حرام زلمه قد ابي شو بدي فيه. اخ طيب هو بضل لاحق شغله، المهم انه الزلمه ادم وما بيرد لي الا الخير.